مرحبا. طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة خلال النهار على الساحل ومنخفضة ليلا على المرتفعات. الرطوبة منخفضة، البحر متوسط الموج وحرارة مياه 21 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة، راح يؤدي لتكون ضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط بعض الرذاذ خلال الليل. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل 14، على المرتفعات 9، بالبقعة 2 وبالأرز درجة تحت الصفر. بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل الرحبة 20 درجة، المعاصر 18، 21 بطرابلس، الأرز 7، أرطبة 14 درجة، بعلبك 16، برمينة 18، بعبدة 22، زحلة 17، صيدا 22 وصور 22 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 30 و60%، حرارة سطح المي 21 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون شمالية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الأربعاء بتتراوح بين 14 و22 درجة، الخميس بين 14 و21، والجمعة بين 13 و20 درجة مع تساقط أمطار. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع أبو ظبي و 26 درجة، القدس 18، طرابلس 22، الجزائر 14 درجة، ومننهي الجولة مع روما 14 وبرلين 4. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.